شاركنا بالانتخابات ولا ما مقتنعين وكله تزوير. يطلع لك واحد سياسي عنده قائمة يقول لك احنا ناخذ 13 من 16 يا باش مدري انتخابات بعد 3 اشهر. هذا المال السياسي الفاسد وصل عندنا بالرمادي الصوت بورقة. يعني مين يجيب ورقة على الصوت إذا يريد 10,000 صوت في ورقة هاي مليون دولار؟ يعني لازم أبوك، لازم أني أسوي لوبي أجيب لي وياي 3 أعضاء 4 وأخذ لجنة وبيها تفرهد. إحنا نظل على هالشغلة هاي عيب. يعني خلينا واقعيين، ما أحد مقتنع اليوم تجيب واحد أبو حكي بالشارع تقول له أنت مقتنع يقول لك لا والله.